إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال، وفي رواية: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على العمر والحرص على المال. هذا الحديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرين خطيرين ينبغي للإنسان أن يحذر أشد الحذر من أن يغتر بهما. ولذلك فإن الإنسان من خلقته خلقه الله على ضعف، ثم جعل بعد هذا الضعف قوة، ثم جعل بعد القوة ضعفا وشيبة. وخرج من هذا الأصل أن الإنسان إذا كبر فإنه تضعف منه قواه وتضعف منه أشياء كثيرة، إلا أمران أو إلا أمرين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولذلك قال: قلب الشيخ شاب، أي أنه يضعف في كل شيء إلا في هذين الأمرين، فإنه يظل يتطلبهما ويرجوهما ويبحث عن أسبابهما ولو كان قد بلغ من العمر عتيا. ولذلك قال: قلب الشيخ شاب على اثنتين، حب العيش والمال. أما المسألة الأولى، فبالله عليكم، من يكره العيش؟ كلنا نتمنى أن نعيش عمر نوح عليه السلام، كلنا نتمنى أن نعيش 1000 سنة. ولذلك فإن الإنسان تجده يحرص على حياته أشد الحرص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ربى أمته على الحرص على الموت في الدنيا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
الله عليه وسلم يعلم أصحابه على حب الآخرة وعلى حب لقاء الله عز وجل. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو يصرف خروصا له أي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عبد الله؟ فقال: نصلح بيتنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إني أرى الأمر أعجل من ذلك، إني أرى الأمر أعجل من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي عنه عبد الله بن عمر لم يعلق أحدا برغبة في الدنيا. قال عبد الله بن عمر: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك فإن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيها الأخ الكريم، ليس معنى هذا الكلام أنك لا تعيش حياتك بالأسباب المشروعة، لا، وإنما معنى هذا الكلام أنك تعيش في الدنيا وقلبك معلق بالآخرة، أنك تعيش في الدنيا وأنت ترجو متى تلقى الله. أيها الأخ الكريم، إن لقاء الله من أعظم الأسباب التي كان يبحث عنها الصالحون، وذلك لما صلحت أعمالهم أحبوا لقاء الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: ليس ذلك يا ابنة الصديق، ولكن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا نزلت عليه ملائكة الرحمة، وذكر الحديث بقوله: فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. إن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أمته على أنهم خلقوا لا ليعيشوا أبد الآبدين في هذه الدنيا، إنما خلقوا في هذه الدنيا لكي يعمروها بطاعة الله عز وجل، حتى إذا انتقلوا إلى دار البقاء وجدوا هذه الأعمال قد سبقتهم في العمران لهم في تلك الجنات. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لنا، يبشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا عملوا الصالحات عمروا الجنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا محمد، أبلغ أمتك السلام، أبلغ أمتك السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المرء في هذه الدنيا. لذلك فإن طول العمر ليس عيبا، طول العمر ليس عيبا، إنما العيب أن يطول العمر ويسوء العمل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من خير الناس يا رسول الله؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. وسئل عن شر الناس فقال: من طال عمره وساء عمله. إذن ومع محبتك لحب الحياة في هذه الدنيا التي قد جبلت عليها، ينبغي عليك أن تعمرها بطاعة الله حتى تنفعك هذه المحبة عند الله عز وجل. الإنسان مجبول على حب الدنيا، لكنه ينبغي عليه أن يعلم لماذا خلق. اللهم ارزقنا الفقه في حياتنا، اللهم ارزقنا حسن العمل في حياتنا، اللهم ارزقنا حسن العمل في حياتنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني الذي جبل عليه الإنسان في محبته، ألا وهو حب المال وحب الغنى. وهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن هذا المال حلوة خضرة، وأن هذه الدنيا خضرة حلوة تفتن الناس، إلا من جعلها في طاعة الله عز وجل. فتنة هذه الأمة هو حب المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. ولذلك كم حصلت من مصائب بسبب خصومات مالية، كم أريقت من دماء بسبب التنافس على المال والدنيا، كم حصلت من قطيعة بسبب التنافس على المال والدنيا، وهي والله لا تزن عند الله جناح بعوضة. النبي صلى الله عليه وسلم يحقر من شأن هذه الدنيا فيقول: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه الدنيا هي الدنيا تقول بمني فيها حلال حلال من فتكي وبطشي، هذه الدنيا التي حذر الله منها، فقال الله سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كما فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله سبحانه وتعالى ذكر الدنيا ودمها في هذه كتابه حتى لا يتعلق الناس بها ويعلقوا أمورهم كلها بالله عز وجل،
وبالآخرة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. أيها الأخ الكريم، ما هي الدنيا؟ الدنيا متاع عابر وغنى فان، ولذلك لا تعلق نفسك بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. لو أوتيت أموال قارون وأنت في معصية الله ما نفعتك عند الله بل تضرك. أتدرون أن أصحاب الغنى من أهل الجنة يحبسون عن دخول الجنة 500 عام وهم من أهل الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب الغنى والجد محبوسون عن دخول الجنة 50 يوم، أي من أيام الآخرة، وفي رواية 500 سنة. أيوه، إذا كانت هذه الدنيا حلالها إنساب وحرامها عذاب، فلماذا تتعلق بها النفوس؟ يا أحبة، قلوبنا انغمست في محبة الدنيا حتى أصبح بيننا وبين الآخرة كالحجاب وكالغشاوة. فمتى نصلوا من هذه الغشاوة؟ ومتى يتجلى النظر لنا؟ أيها الأخ الكريم، لم تخلق للبقاء في الدنيا، فماذا عنك للآخرة؟ لم تخلق للبقاء في الدنيا، فماذا عنك للآخرة؟ كم مضى من عمرك؟ 20 عاما، 30، 40، 50، 70، 100، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ والله أنها لا تساوي شيئا فيما عند الله. اعمل لدنياك ما يبلغك إلى آخرتك. اللهم اجعلنا ممن يعمر الدنيا في طاعة الله، اللهم اجعلنا ممن يعمر الدنيا في طاعة الله، اللهم اجعلنا ممن يعمر الدنيا بطاعتك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على الحبيب المصطفى، اللهم صل على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر.